على رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في سورة غافر: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، إلى آخر الآيات من سورة غافر. ربنا تبارك وتعالى بيتكلم عن قوم أدخلوا النار، فهمت؟ دخلوا النار بشرك وبكفر، عرفت؟ ومتابعة أئمة من أئمة الضلال. الله دخلهم جهنم. لما دخلوا جهنم الله قال إن الذين كفروا ينادون من داخل جهنم، ينادي بعضهم بعضا، فهمت؟ ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ديل كان في الدنيا لما يدعوهم للتوحيد، توحيد ربنا تبارك وتعالى وإفراد ربنا عز وجل بالعبودية والألوهية، كانوا بيكفروا بهذا التوحيد. عشان كده الله دخلهم وين؟ دخلهم جهنم. الله قال لهم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فهمت يا ولد القرآن الكريم؟ فهمت؟ مش تكورك ولا تزعل، والله تطير تجد وتضحك ما بحلك، فهمت؟ من فرتك ومن فرتك بالقرآن الكريم. انت قال عندنا عكاز والعصايا كله جاهز لك، فهمت؟ لكن احنا بنقدمك بالقرآن، ولو دخلت الشغلة بتبقى WWE، انت كلامي؟ خلاص. الله قال فهمت لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا، هو جهنم بعد ذلك يرفع الله. قالوا ربنا، عشان كده في سورة الشعراء الله قال عن نفس الجماعة دل قالوا تالله، بقى يحلف بالله في جهنم، وهنا كان بيحلف بالشيخ، وحاد الشيخ الحسن حسن في عينه، وحاد الشيخ القباشي بتاع شنو. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بيتكلموا عن الشيوخ والأولياء، قال لهم انتوا كنا نساويكم بربنا تبارك وتعالى. الله بيعلم الغيب، وابونا الشيخ المكاشفي بيعلم الغيب. الله بيدي الجنة والمكاشفي برضو بيدي الجنة والكباشي وهم انت. الله بيخلق البرعي، قال الشيخ برضو بيخلق انت. وليه سلم يا ولد او دا القلب البيت ولد، انت كلامي؟ ده دين بتاع الصوفية، دين بتاع خرافات، ودين بتاع الدجل، ودين بتاع الشعوذة، ودين بتاع الحاد، انت كلامي؟ البرعي قال له سلم يا ولد، ده القلب البيت ولد. تشرح الكلام براه ابوك الشيخ البرعي، ما دلوك من الدلاليك التي خلقها الله تبارك وتعالى. انت قال البرعي شنو عنده قيمة عندنا نحن؟ البرعي لا يسوى سفة بتاع التنبات ولا قبورة بتاع السجائر، ما عنده حاجة. انت ما عنده قيمة ولا شيء، اوعك تزعل، ما عنده اي قيمة والله. انت السفنجات التي يلبسها السطلنجية افضل من رأس البرعي، تلعب ولا شنو؟ داية بتاعت شرك وداية بتاعت كفر بالله تبارك وتعالى. وجاي انت زول مسكين تدافع لك عن زول طاغوت دجال يعبد من دون الله، امشي افتح بلاغ زي ما قال لك. انت كلامي والله الذي لا اله غيره. قال وله سلم يا ولد، ده القلب البيت ولد. جاب شرح براه انت. قال كان لواحد من الدراويش عنده 6 بنات، وجال ابوك الشيخ قال ابو الشيخ الست بنات ديل ده الري ولد واحد. ابوك الشيخ مسطول انت ولا بايت معاه، احدى الروايتين ما عارف الصحيحة يا عطا. المهم قال لا تجيب واحدة يوم الجمعة صلاة الصبح، ذاك ساك بيت وجابها للشيخ يوم الجمعة بعد صلاة الصبح. الشيخ قال البرعي قال فمر يده عليها، انا ما عارف يده دي مرابة وين، ما ورانا بوين انت. قال فمر يده عليها بقدام بتحصل مشاكل لان انا ما راجل. فمر انت تخيل معي، فمر يده عليها بقدام بتلقاك ما عارف لك حاجات انت، بتلقاك حاجات. مر يده وين يا برعي؟ مر يده وين؟ انت بتاعت شيوخ الصوفية. قال فمر يده عليها تاليا قوله تعالى
يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال فقلبت ذكرا من حينها. قال بالآية دي هسه يا صوفي انت كلامي نادي المدحة زي بيرقص وخليهم انت بيرقص وما دراويش انت كلامي هسه جيب الآية دي اقلب لنا بيها ند القلعة اقلب لنا راجل انت اجيب ند القلعة. قول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. بتتقلب ما بتتقلب رشخور بتتقلب ما بتتقلب. طيب كيف شيوخ الصوفية يقلب البنات أولاد ويقلب الأولاد بنات في انت كلامي؟ ده كفر بالله تبارك وتعالى. عشان كده الله عز وجل قال مقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ده يمرق من جهنم وما فليك مرقى يا مشرك. تخد جهنم بعقيدة في برعي ولا كباشي ولا تجاني ركيني صايم ديما ما فليك مرقى من جهنم والله الذي لا إله غيره. فهمت؟ عشان كده في سورة السجدة الله قال ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون وما فيك طريقة ترجع. انت كلامي؟ عشان كده من هنا واحد الله تبارك وتعالى اعبد الله الخلقك يا صوفي يا شفت الله الخلقك البرعي ما خلقك ولا الكباشي. انت ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. ان تدعوهم في سورة تانية لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. انت قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل؟ الله قال ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من يريد. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فنحن ولو كره الصوفية ولو كره على الشرك وكل الطرق وكل الجناحات وكل الباكات والمدافعين كلهم انت ما بنشتغل بأي شفت بيقى يعارض هذه الدعوة. يعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. لا يعبد البرعي ولا يعبد الكباشي ولا يدعى الصائم ديما ولا غيرهم من الطواغيت بل ولا غيرهم من الأولياء والصالحين بل ولا يدعى الرسل عليهم الصلاة والسلام. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنهما قال يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله. تعال البرعي تقول لك إذا سألت فاسأل الله برعي تقول لك أسأل الله. قوم يا أخي ما تقوم إنت ملك ما قاعد تدخل. قوم يا أخي ناديهم لي رجال الله البزين البي بناديك إنت تكفر وقاعد. قوم يا أخي قوم شنو ما تقوم إنت إنت خلاص رجال الله البزين البي قبل فوق نادي أهل الزوج قبل يمين نادي الصالحين وقبل صعيد نادي عوض الجيد انت ويا بشرع ان شاء الله راجل مرع ويا رجال العرفون الاسرع من التلفون ويا شيخ عويس القلب الغنماية تيس. انتو تكلموا سعيد كلموا سعيد واحد قلب البيت ولد واحد الغنماية تيس. ها النبي عليه الصلاة والسلام قال لي اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم لو ان الامة لو اجتمعت لو ان الامة اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو ان الامة اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. عشان كده دي رسالة لكل الصوفية الزعلانين في السودان ايران تونس المغرب الجزائر كلهم لو اجتمعوا جد صوفية العالم وصوفية الجن وصوفية الانس لن يستطيعوا ان يوقفوا هذه الدعوة والله الذي لا اله غيره. كلهم ما يقدروا يوقفوا الدعوة ما تقدر
لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. انت كلامي الدعوة دي الله ينصرها، انت لا في حزب ولا في جماعة ولا في طريقة، بس قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ده الموضوع بتاع الحلقة دي، ما في موضوع تاني. والزعلان يطرشك صفيان نخليه انت. هذا طبعا محمد، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.